هلا مرحبا. هلا 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 ان شاء الله خير. السلام عليكم. اهلا نرحب اجمل ترحيب بالاخ الدكتور جمار الكربولي ومن معه من الضيوف الكرام، كما نشكر الإخوة شيوخ العشائر الذين حضروا إلى هذا المكان ليستمعوا إلى توجيهاته وإلى ما يحمله من آلام تجاه هذه المدينة المفجوعة. نسأل الله تعالى أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر في هذه المدينة المنكوبة المفجوعة، وأن يضع المخلصون يدهم بأيديهم وأن يصلوا إلى بر الأمان، والله على كل شيء قدير. أخوان، إحنا كحزب خلينا استراتيجيتنا أن نعمر الأنبار أولا، ومن ثم نتوجه إلى المحافظات الأخرى، ومن عملنا أيضا والحصول على منصب رئاسة البرلمان. والحمد لله كحزب وصلنا إلى إدارة محافظة الأنبار، ونقدر نعطي مثال حي وموجود على أرض الواقع هي الأنبار وإعمار الأنبار وإعادة طرقها وبناء جسورها وغيرها من الأعمال. لا أعتقد تسر الصديق توجه البعدة، وهذه راح تكون الخطوة لمدة 8 سنوات، ومن ثم الخطوة الأخيرة التوجه إلى محافظات أهلنا بالجنوب، حتى نعطي أيضا مثل حسن على إدارتنا في الأنبار وفي المحافظات إذا نجحنا بها. فلذلك عملنا مو عمل وعود، إحنا لا نوعد، لا نبلط شارع، لا نذب سبيس، لا سواب بشغلنا. إحنا شغلنا التالي، نجي على أهلنا وخدنا وشيوخ عشائرنا، ندخل المحافظة من أبوابها، نتعاون معهم على مرشحين، نساعد المرشحين على وصول إلى إدارة الحكم. مثل ما تعرفون تغير المحافظ قبل فترة، كان الصعوبة بإيجاد محافظ جديد، ونعتقد لو كان مجلس المحافظة بإيدكم من الشخصيات اللي أنتم تثقون بها لكان الخيار ممكن أن يكون خيار قريب إلى قلوبكم. وأنا كنت شخصيا ولا أجد أي عيب في أخونا منصور المرعيد، أنا كنت أرشح أخوكم مزاحم الخيار لإدارة المحافظة. أرجوكم اطلعوا تدخلوا تردوا زيدوا عددكم في داخل مجلس المحافظة، حتى المحافظ اللي تجيبوه وأنتم مؤمنين به يكون ظهره مسنود ويكون مستقر، ومو مثل السن على ما له مشروع ولا هو باقي، فراح يكون في حاله صعبه، راح تصير عليه ضغوطات وبالتالي ما راح يمت. ارجوكم، انا جاي فقط احفزكم على الاختيار ان يكون اختيار صحيح، وقفوهم انهم مسؤولون مو على المسؤول، عليكم انتم مسؤولين عن صوتكم، مسؤول عن اصوات اهلكم. اخوان 60% نساء موجودين نسبة في نينوى وفي المحافظات الأخرى، إذا منحتوا 60% من الحضور فراح يبقى فقط 40%، ال 40% راح يطلعون 50% منهم، و 50% زعلانين على شنو ما ندري، راح يبقى 20%، الشراكة ب 20% أخوان ما يحقق أي شيء من طموحكم. يوم واحد مع الساعة اطلعوا اختاروا بتردوا، المحافظات تحتاجكم، الإدارة تحتاجكم، ما تحتاج واحد من برا. أنا ما أقبل أحد يجي من برا ويدير مثل ما صار هسه، مدير الصحة يفرض فلان كتلة السند، ما مقبولة كتلة السند، ما ترشح كتلة السند حتى إذا عدا عناصر، ولو هي ما عدا عناصر ما دخل انتخابات في نينوى، ولكن استطاعت أن تحصل على 4 مرشحات أو 4 أعضاء من خلال طرق ملتوية معلومة عندنا، وقام يفرضون من هو مدير الصحة أو مديرة الصحة. احنا ما راح نكون هيك ولا نقبل ان نكون هيك. ارجوكم انتم اصحاب القرار، لا تخلوا القرار بين غيركم بعدين تتندموا، ما يتغير لا بي ولا غيري، غير فيكم. انا اخوكم استطعنا نغير بالانبار، ولكن حتى التغيير لحد الان احنا نحتاج اكثر دخول بعمق اهلنا وناسنا، حتى نقدر نبني الانسان قبل ما نبني المدن، لان الانسان هو اللي يبني. تشرفنا بحضور الدكتور جمال الكربولي إلى محافظة نينوى
للنظر في موضوع الانتخابات القادمة وانتقاء الشخصيات التي تعمل فعلا لإنقاذ المحافظة، ليس للمنصب ولا للطائفية ولا للمذهبية ولا للعنصرية، وإنما نعمل سوية للخلاص من هذه الشوائب التي علقت بهذه الشخصيات التي دارت البلد من 2003 وحتى الآن. ونطلب أيضا من الناس الطيبين الآخرين أن يحذوا حذو الدكتور الكربولي للذهاب إلى بر الأمان وتحقيق الأمان بإذن الله. نشكر قناتكم الوقرة لحضوركم، مضيف الشيخ بدر هلالي رئيس عشيرة بني هلال، ونتمنى منكم ومن قناتكم ومن الناس اللي أتتنا نستبشر خير بحث المجتمع لقدومهم للانتخابات إن شاء الله في المرحلة القادمة، وطوي الصفحة القديمة التي ضمت وجوه وساسة عملوا ما عملوا في هذه المدينة. فإن شاء الله إحنا مستبشرين بخير، وإن شاء الله القادم سوف يكون أجمل بإذن الله تعالى.